هذا المشروع الطموح الذي جندت له الحكومه منذ اشهر كافه الامكانيات وحتى وزارات عده شاركت في انجاز وتحقيق هذا المشروع صناعه هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالجزائر بالشراكه طبعا كان هناك مشروعين سواء مع الشريك الروسي او الصيني اليوم مع الشريك الصيني ال 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 الانتاج سيدخل فعليا بوحدات صيدال مثل ما أكد وزير الصناعة الصيدانية في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الحالي إذا نقدر نقول بأن المشروع الحلم سيتحقق حقيقة على أرض الواقع إن شاء الله هي يعني على كل حال ما بين فيما يخص إنتاج اللقاح ما بين البلدان العربية والبلدان الإفريقية الجزائر خيروها <applause> يعني المصانع المنتجين الصينيين تاع اللقا خيرها لماذا؟ لانها عندها منصه تاع ثمانيه مخابر جزائريه اللي عندها كذلك 12 خط تاع انتاج تاع <applause> الحقن لزنجيكتاب هكذا عندها كفاءات وعندها تقنية موجوده لازم لها يعني تعزيز تعزيز وهذا وهذا التعزيز هذا راه بدا عنده عده اشهر صحيح. وصلنا بهذا البروسيسيوس هذا وصلنا للمرحله وين الماده الاوليه يعني فيما يخص هذه التكنولوجي لحقت في 27 او في 27 اوت من بعد يكون كانوا تحاليل بكتيريولوجيه تحاليل بيولوجيه اللي راهي قريب تكمل ويكون الدفعه التحقق معناها اللود فاليداسيون الاول يخرج في 29 سبتمبر تاع الشهر الحالي ان شاء الله ما هو الهدف الهدف هي باش تكون استقلاليه يكون انتاج ويكون تحكم في التكنولوجيا نتاع تاع تاع اللقاحات ماهوش فقط فيما يخص الكوفيد حاليا نواجه الازمه تاع تاع كوفيد 19 لان ما كانش علاج في الكوفيد 19 كاين فقط يعني اللقاح هذا كما رانا نشوفوا في في كل بلدان في العالم وهذه سيت ان ترانسفير دو تكنولوجي معناها يعني الجزائر تولي عندها استقلاليه وربما تكون تفتح يعني ربما تفتح افاق وطموحات اخرى لانتاج بقيه بقيه اللقاحات اللي عندها ربما شويه تعقيدات تطلب تجهيزات حديثه حقيقه هي الهدف من هذا هذه الصناعه هذه اللي تكون على كل حال من طرف المؤسسه العموميه صيدال في مصنع في في تينا وإن كانت تجربه سابقاً. الهدف إنتاج 5 65 مليون جرعه تاع اللقاحات. هذا ضبط الأقذاع اللي لماذا لماذا الاختيار هذا نتاع 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 المخابر الصينيه سينوفاك؟ يعني الجواب سهل. احنا في الجزائر 85% نتاع اللقاحات جايين من عند من الصين سينوفاك كاين انواع اخرى تاع مخابر اللي استوردت منهم من عندهم الجزائر وما صحوش النوا يعني نسبه, نسبة, نسبة م -م. الباقي يعني نسبه قليله برك هذا ما كان وبرم اتفاق مع المخابر الصينيه باش الانتاج يكون ويكون ان شاء الله في هذا في, في سبتمبر وكذلك حاجه كانت اللي طرق لها هذا العقد هو كيكون تغطيه الاحتياجات تاع البلاد تاع الجزائر يكون يعني ممكن تصدير في امكانيه لانه هذا جانب هذا مهم اتفاق هذا. هذا, هذا جانب اتفاق. مهم هل يسمح العقد المبرم مع الشريك الصيني أن نوجه كمية من الإنتاج نحو البلدان على الأقل الإفريقية أو البلدان في المنطقة؟ وهذا الجزائر دفعت على على الحقوق تاعها يعني من هذا من هذا العقد مم. هذه وحاجة جميلة باش الجزائر غدوة تقدر تصدر للبلدان الجوار، تقدر تصيد لبعض البلدان الافريقية وسيرتو سوى انه فيه فيه اليوم عجز فيما يخص انتاج اللقاحات عبر العالم، فيه بعض الدول الافريقية مازال لم تصل بعد لاقتناء الكميات اللي تسمح لها بتوسيع عملية التلقيح، وبالتالي اليوم السوق يتطلب مزيد من الانتاج عجز كبير، م. احنا بدا التلقيح في الجزائر في في اخر جانفي تاع العام هذا، هكذا يعني بصح كان صعيب باش نستورد الجرعات اللازمه ملايين تاع الجرعات كشفت باللي كاين منافسه من رغم ان الموارد, الموارد الماليه كانت كانت مسخره الموارد الماليه كانت مسخره الجزائر كان عندها الموارد الماليه ربما يكون انتقاد ولكن لا هذه السوق الدوليه هكذا تقول حنا شفناها في ما يخص غير فقط الكمامات وان كان كان منافسه شكون اللي يقدر وش من بلاد اللي تقدر وزيد تخلص وتزيد تخلص اكثر باش تجيب للا 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 الكمامات هذو على كل حال فيما يخص نوليو لتصنيع هذا الفاكس في هذه النقطة في بداية لما تم الحديث في البداية عن هذا المشروع فيما يخص تجهيزات هذه المخابر اللي نقدروا من خلالها تصنيع هذا اللقاح اللي تكنولوجيا متقدمة ومعقدة نوعا ما، تم الحديث انذاك حول نوعية المخابر، أن المخابر الجزائرية ربما ليست من الجيل الرابع أو الخامس هل حقيقة اليوم هذه التكنولوجيا اليوم تتطلب تجهيز مخابر أو إعداد مخابر وفق المتطلبات الجيل الخامس أم فقط الوحدات الإنتاجية يجب تكييفها مع التكنولوجيا تصنيع اللقاح؟ كاين اللي عندها الجيل الرابع كما نقولوا لها الخامس يعني مثلا فيما يخص بعض الأدوية تاع التخثير يعني تاع الدم هذه كاين اللي راهي بدات في الإنتاج عند عند أشهر وتكنولوجيا <applause> وحده اخرى. كاين كذلك المشاريع تاع المصانع في 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 صيدال اللي راح تنتج الانسولين تدخل في تاع دواء تاع السكر. يعني الجزائر عندها امكانيات ورغم انه يكون نوع من التكيف يعني ان اوكسونتاسيون هذيك، يعني بصح هذه التحكم في هذه الصناعه تاع التكنولوجيا هذه عندها اهميه كبيره للاستقلاليه خاطر <applause> ما لا قدر الله في السنوات الجايه يعني ربما يكون يكون وباء واحد اخر لازم حنا نكونوا متجندين باش نواجهوا وشفنا واش راه صرا وحتى اليوم يتم الحديث عبر العالم حول الجرعه المعززه والجرعه الثالثه يعني الكميات مازال الجزائري في حاجه لملايين الجرعات ملايين الجرعات وربما الى الكوميتي هذا السيانتيفيك ولا وزاره الصحه تامر بأن قال لازم مثلا ما زلت ما ما في هذا الشيء هذا وصح قال نلقحوا الاطفال مثلا يكون عندنا احنا انتاج يكون عندنا انتاج بس نقدر نقدروا نلقحوا ولا تكون موجات لا قدر الله الرابعه والخامسه كما رانا في البلدان الاخرى وان كاين موجه رابعه يعني وما هو الهدف الهدف هو المناعه الجماعيه المناعه الجماعيه معناها 70% وتعزيز هذه المناعه سنويا لان يعني يبقى 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 بوجود دائما بارك الله فيك يعني هذا تعزيز هذه المناعه وحنا كيفاش نعزوا هذه المناعه لابد علينا باش ننجو في الجزائر <applause> انا يعني انا يعني متفائل ومطمئن باللي هذا هذا انجاز كبير من طرف الجزائر هذا انجاز كبير بالمساعده مع المخابر الصينيه حتى اليوم الجزائر محظوظه بهذه الشراكه مع الطرف الصيني لانه حتى في قضيه تصنيع هذه اللقاحات عبر العالم كان فيه تنافس كبير. كان كان فيه كذلك توجه من طرف مصر واليوم كذلك فيه عمل في الميدان لتصنيع هذا اللقاح كذلك في ايران وكثير من الدول اليوم اللي دخلت هذا السباق لتصنيع اللقاحات على مستواها وبالتالي اليوم الجزائر ومصر في القارة الإفريقية اللي محظوظتين حقيقة بتصنيع هذا اللقاح. ما كل البلدان اللي عندهم الحظ باش ينجو هذا والإمكانيات م. باش ينجو هذا اللقاح ولكن في القائمة راهي الجزائر يعني في في مستوى لاباس به يعني هو <applause> هذه اللي راح تستعمل اسمها بالإنجليزية فيل أند فينيش <applause> يعني التكنولوجيا تكنولوجيا بها احنا يعني كما قلت يعني هذه زيادة احنا عندنا صناعة صيدلانية اللي 80 مصنع اللي الادويه الكلاسيكيه وكاين تطور فيما يخص البيوتكنولوجي هذه يعني كاين ادويه اللي ادويه كيماويه فقط يعني ادويه للطرق يعني البيولوجي هكذا وهذه انجاز كبير يعني طيب نتحدث مثل ما ذهب اليه وزير الصناعه الصيدلانيه عمليه او قدرات انتاج وحدات صيدل سيتم تعزيزها تدريجيا نبداو بمليون جرعه مع شهر اكتوبر هذا الداخل ومن بعد نروحوا مليوني جرعه 3 ملايين جرعه نوصلوا اكثر من خمس ملايين جرعه شهر جونفي 2022 2022 هاد بحد ذاته هاد الوتيره تشوفها عقلانيه باش ما باش ما ويكون فيه تحكم مثالي في عمليه الانتاج هذه راهي تكنولوجيا وهذه راهي دي فاكسان لقاح لابد تدريجيا الى بديت بمليون فصل ثلاثه في 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 اكتوبر وبعد بعد تنقل لزوج ملايين ومن بعد ثلاثه ومن بعد خمسه يعني السرعه لبس بها السرعه لبس بها يعني والتغطيه تكون لبس بها من ما نساوش باللي كاين كذلك عقد ابرم من قبل بالاستيراد من طرف من, من جهه من الصين 30 مليون جرعه هذه التغطيه نتاع الاحتياجات الحاليه باش حنا الحمله تاع اللقاح راهي تغيرت طيب من من تسعة 29 جانفي تاع السنه هذه ودخلوا فيها كذلك الصيادين انخرطوا في هذا العمليه على على العمليه طبعا بعد بعد قليل اليوم حتى في قضيه الانتاج الوزير تحدث عن انتاج حوالي البدايه ستكون 320 الف جرعه يوميا على مدار ثمانية ساعات فقط يعني الدوام العام العادي وقال لك انه ماناش في حاجه حتى نروحوا يعني الى تعزيز الدوام يعني نعملوا بوتيره 16 ساعه بهذه الوتيره نقدروا ننتجوا هذه الجرعات بشكل متدرج حسب الاحتياجات نتاع نتاع وزاره الصحه حسب الاحتياجات تاع معهد باستور هذه هي يعني نقدروا نطلعوا تدريجيا نبداو بطاقم تاع ثمان سوايع يوميا ونقدروا نزيدوا في, الاوقات تاع الانتاج مادام رانا نتحكموا في, في الامور ممتاز اليوم نتحدث دائما يقول لك الجزائري تعرف انه يحب يتساءل يقول لك هل هذه الجرعات المنتجه محليا راح تكون نفسها المستورده بنفس الجوده بنفس التكنولوجيا التصنيع لا ما درك هذه مو... مش مقبول هذا الانتقاد يعني من طرف بعض الناس يعني هذا راهي التكنولوجيا مم. هذا ماهوش يعني كما نقولوا ماده وفيه فريق صيني لا فيه فريق صيني تنقل للجزائر الاشراف كاين كفاءات, كفاءات جزائريه كاين كفاءات جزائريه راه الدواء راه ينتج في الجزائر وست... ون... ون... ونبيعوه نستوردوه ن... 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 لبعض البلدان يعني هذه التكنولوجيا اللي تقدروا نتحكموا فيها بمساعده مع بارتنير شينوا يعني ما لازمش ننتقدوا الشيء اللي راه ينتج في الجزائر يا يعني هل ترى نبقاو دائما في التبعيه وهذا الجرعات تاع اللقاح هذا نفس النوعيه تاع اللقاح اللي راه يستعمل اللي ينتج في, في, في الصين ويستوردوه بلدان كما يعني البلدان في في امريكا يعني اللاتينيه ولا في البلدان تاع الشرق الاوسط يعني م. ما لازمش ننتقدوا كل حاجه اللي رانا في الجزائر م. وهذا تطمين هو فقط رساله يعني تطمين يعني انه هذا أنه اللقاح وهذه الجرعات التي ستنتج في الجزائر ستكون بنفس الجوده بنفس كذلك تقنيه الانتاج اللي موجوده اليوم في المصانع الصينيه حتى, آه حتى نعم. لـ 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 المنتج الصيني حتى هو لابد يسهر باش تكون هذه النوعية مهم. أنا كجزائري نحن ما من نساوش وهذه توجيه للمواطنين ما نساوش بلي معهد باستور حتى هو اللي كان ينتج يعني نوعا ما بعض اللقاحات يعني ويتحكم في اللقاح راه عنده كفاءات كبيرة والجزائر عندها تجربة أصلا في, في, هو كان في, إفريقيا الإفريقيا الانستيتو باستور هو كان الأول في إفريقيا وما زال هذه التجربة اللي عندها سنوات 40 سنة تاع تجربة تاع الاستي باستور طيب هذا المشروع بحد ذاته والتحكم الفريق الجزائري والخبراء الجزائريين في مجمع صيدا من تقنيه تصنيع هذا اللقاح اللي يتطلب ربما تقنيات خاصه ومتقدمه هل كذلك ستفتح الباب امام مجمع صيدا ربما دخول غمار التصنيع بصرف النظر عن الشراكات التي تبقى قائمة مع الشركاء الأجانب باستطاعة مجمع صيدال اليوم يذهب بعيدا لتصنيع ربما أدوية أخرى تطلب مثل هذا النوع من أو حتى لقاحات تطلب هذا النوع من التكنولوجيا التعليمات تعليمات تأسيد رئيس الجمهورية من التعليمات للحكومة تعليمات لوزارة الصناعة الصيدلية باش هذا المنتج التاريخي العمومي مؤسسة الصيدل باش تكون عندها يعني ارتفاع في التقنيات تاعها، ارتفاع في الانتاج، يعني نعطيوها اهميه كبيره وكاين دعم كبير من طرف الدوله لهذه المؤسسه لانها هذه تضمن الامن الصحي الامن الصحي تاع البلاد موش فقط الخواص، حتى الخواص راهم يضمنوا الخواص الجزائريين يعني راهم كل كلش، ولكن فيما يخص بعض التكنولوجيات وبعض الادويه لابد الدور الاساسي يكون للمؤسسه العموميه صيدل ما هي ربما انت العارف بسوق الادويه ما هي الادويه تحدثت عن نقطه الانسولين اللي راح يتم انتاجها في الجزائر ما هي الادويه اللي مرشحه ان تنتجها الجزائر سواء في مجمع صيدال او في استثمارات كذلك فيها استثمارات خاصه كبيره في المجال كاين عده مشاريع تكلمنا على الانسولين اللي تدخل العلاج تاع مرض مرض السكر هذا الانسولين هذه اللي ربما تكلف فاتوره استيرادها مبالغ كبيره الله فيك هذه كنت نقولها يعني فاتوره الاستيراد يعني كبيره م. تلحق 400 وقيل 400 مليون يورو او دولار يعني سنوي. اللي السنوين اللي تصرفها الجزائر لاستيراد هذا الماده كي يكون عندنا هذا الانتاج في الجزائر وربما إلا كاين عقد وين يسمح للجزائر بتصدر كذلك أي حاجة يعني تنفع لمؤسسة الصيدلة وتنفع وهذا النوع كذلك من الاستثمارات المربحة آه واللي آه تدير أرباح سنوية لأنه حتى في السوق المحلية أنت عندك تقريباً أكثر من 4 مليون جزائري مصاب بالسكري وفي التقديرات اللي يقول لك حتى 5 ملايين وبالتالي اليوم الحاجة لهذا النوع من المشاريع حاجة ملحة وأصبحت تدخل في استراتيجيه ضمان الامن الصحي للجزائريين. يعطيك الصحه هذه ضمان وكاين كذلك ادويه اخرى اللي تعالج مرض السرطان. كاين مشاريع كاين نوع اللي راه في الانتاج حاليا وكاين مشاريع اخرى اللي راح تمد استقلاليه للجزائر فيما يخص هذا النوع ل... من الادويه تاع مرض السرطان وكاين تكون... شوف ان الحكومه اليوم تستهدف طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهوريه توجه بوصلة الاستثمارات لبعض الأصناف الدوائية اللي تكلف مبالغ ضخمة لاستيرادها حقيقة يعني ما يخص قانون الصحة 18-11 يتطرق لقائمة نتاع الأدوية الأساسية لميديكامون إسانسيال وهذا الميديكامون إسانسيال هذو راهي القائمه مازالت ما صدرتش راهي كاين في, في, في العمل على مستوى وزاره الصناعه الصيدليه وما بينهم كل الادويه اللي يدخلوا في علاج الامراض المزمنه كل الادويه اللي يدخلوا في, في علاج سرطان ديابيت وعده ادويه اخرى يعني هذه باش نغطيو الاحتياجات نتاع تاع البلاد وتاع المواطنين المرضى اللي يعني اللي يخصهم هذه هاد الادويه هذو ممتاز بالعوده الى وتيره تصنيع لقاح المضاد لفيروس كورونا في الجزائر نوصل الى 5 ملايين جرعه مع بدايه جونفي العام المقبل ان شاء الله هل بهذه الوتيره نقدر نستغني نهائيا مع جونفي طبعا تدعم ستكون هناك ملايين الجرعات ستصل تباعا الى غايه نهايه العام الحالي لكن مع دخول العام المقبل نقدر نقول ان الجزائر ستستغني نهائيا عن عن الاستيراد حق الى حققنا الاهداف وان شاء الله ما كانش هنا تعرقيل يعني باش ما تحققش الهدف هذا نوصلوا للاستقلال نوصلوا للاستقلاليه وكما قلت لك الهدف كذلك باش نصدروا هذا اللقاح هذا لبعض البلدان اللي في افريقيا او البلدان المجاوره نتاعنا <ممم>. يعني ما بعد جونفي فيه امكانيه التوجه مباشره نحو التصدير وانا نقول باللي احنا ما نكتفيوش بهذا بانتاج اللقاح نتاع نتاع الكوفيد 19 احنا الطموحات باش يكون انتاج كذلك في المدى المتوسط او المدى البعيد للقاحات اخرى ما دام نقدروا نتحكموا في التكنولوجيا ويكون عندنا كفاءات يعني من يعني المواد الموارد البشريه او فيما يخص التقنيات يعني لماذا لماذا لا, لي ما لا؟ لماذا لا باش نكون عندنا الطموحات هذو وننتجوا لقاحات اخرى خصوصا وأنه الموارد الماليه اليوم موجوده فيما يخص هذا النوع من الاستثمارات وفيه مرافقه من اعلى السلطات حتى من طرف رئيس الجمهوريه لضمان مثل ما قلنا الامن الصحي للجزائريين وتقليص فاتوره الاستيراد اللي تكلف بعض الاصناف الدوائيه فقط تكلف ملايين الدولارات سنويا لو نحكيه اليوم فيما يخص بشكل عام هذا القطاع قطاع الصناعات الدوائية في الجزائر من القطاعات الاستراتيجية التي حققت نسبة نمو كبيرة وكبيرة جدا في السنوات الأخيرة هل جائحة كورونا أثرت على نسبة نمو القطاع أم بالعكس ساهمت في مضاعفة الإنتاج ومضاعفة الاستثمار في القطاع؟ هذه القطاع هذا منذ التسعينات وهو يعني نسبة النمو غير في التزايد يعني وصلنا بنسبة النمو في القطاع هذا حتى الـ 17% يعني نسبة مئوية هائلة يعني كي نقارنوها بالقطاعات القطاع الوحيد اللي نسبة نمو فقط, فقط وكي تشوف باللي الجزائر اللي كانت عندها فقط مؤسسة عمومية صيدال ثلاث مصانع قديمة وين الآن في يومنا هذا رانا في 80 مصنع لتنتج تنتج فيهم الادويه للجزائريين، م -م وكاين كذلك كما قلت لك مشاريع تاع 80 مصنع اللي تدخل تدريجيا في, في, في الانتاج. الامين العام لوزاره الصحه تحدثت مؤخرا خلال اشغال اليوم الوطني للصيدله، اعتقد كنتم حاضرين في خلال هذه الفعاليه تحدثت عن أن انه عدد المنتجات الصناعات الصيدلانيه مصنعة محليا اكثر من 1100. إيه هذا رقم يعني رسمي. حنا اللي يهمنا هي كاين 4000 يعني اللي مسجله دوالي مسجله في القائمه الرسميه تاع وزاره الصحه ولكن يعني كي ننتجوا ويكون عندنا نسبه تاع التغطيه تفوت 55% حاليا راهي تفوت 55% كنت راح اسالك حول نسبه تغطيه هذا الانتاج لحاجة السوق الوطني هذه يعني هذه نسبه مئويه لا باس بها رغم ان كانوا المحيط كان شويه تعطيل يعني كان كانوا مشاكل اللي كانوا ينقصوا من الانتاج وحتى من لوطو هذاك اللي دخلوا من بعد بعض المصانع الجديده حيز الانتاج حيز الانتاج دونك هذه كي نوصلوا النسبه 100 والهدف الهدف هو 70% حنا كي توصل الجزائر تغطي 70% تاع الاحتياجات تاعها معناها رانا ناجحين في هذا القطاع وصلنا لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي هو ضمان ونكون وصلنا لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي اللي هو ضمان الامن الصحي للجزائريين لو نعملوا كم... مقارنه انت ذكرت هذا الهدف ولياكدوا حتى وزير الصناعه الصيدلانيه مؤخرا لو نعملوا مقارنه حتى الدول الاوروبيه ما هي نسبه الانتاج محليا التي تغطي حاجياتها وكذلك هم تطرح تتراوح النسبه بين 70 60% ربما ما كانش بلاد اللي تقدر تستغنى عن الاستيراد يعني تنتج كل, كل الاصناف دوائية ما تقدرش تنتج كل الادويه 100% نتاعها على كل حال في البلدان هذو المتقدمه اقتصاديا انا دائما نلحب اقتصاديا يعني عندها يعني صناعه صيدلانيه منذ عقود عقود احنا الصناعه تاعنا عندها 20 سنه م -م. فقط آه وان شاء الله نوصلوا لهذه الاهداف اللي راهي متستره ان شاء الله م -م. يعني احنا لازم نكونوا فرح فرحانين بهذا بهذا الصناعه وحتى عندي. ربما الازمه الصحيه الحاليه ازمه كوفيد 19 ربما حتمت اعاده النظر في الاستراتيجيه الوطنيه للتصنيع بشكل عام والصناعات الصيدلانيه بشكل خاص وفرضت ربما بشكل اوسع ان نذهب لدعم مباشر لمختلف ومرافقه مختلف الاستثمارات في الميدان. هل اليوم نتحدثوا على تصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الجزائر من طرف مجمع وحدات سيدال هل كذلك يجب ان نذهب كذلك لفتح هذا النوع من المخابر اللي يمكنها انه تقوم بابحاث جد متقدمه حول مثلا الطفرات الجينيه لهذا الفيروس وغيره لا بد يكون هذا لا ريشيرش هذه سينتيفيك لازم لازم تكون نوصلوا فتره وين تكون مرحله وين لازم تكون هي لازم نعرفوا نوليو شويه لورا هذا الوباء هذا والإنتاج تاع اللقاح هذا شحال من من عام عنده عنده عام فقط احنا الاختيار استراتيجي تاع تاع الجزائر في 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 فتره صغيره رانا راح احنا تحت اقل من عام رانا راح ندخلوا في الانتاج هذه هذه يعني حاجه يعني مليحه للجزائر حاجه لا بها في الاختيارات الاستراتيجيه وكاين اختيارات اخرى استراتيجيه كنا تكلمنا عليها ونتكلموا عليها فيما يخص الصناعه الصيدلانيه فيما يخص الاهداف لتغطيه الاحتياجات تاع المواطن فيما يخص الأدوية الأساسية هذه مهم. هي الاستراتيجية الاستراتيجية هنا كاين دعم تام وكامل من طرف الدولة. وخصوصا أن دخول وحدات إنتاجية جديدة لإنتاج أصناف دوائية أخرى سيخفض حتى الأسعار للمواطن لما نقارنوها بالدواء المستورد. على كل حال فيما يخص الأدوية الأساسية المواطن له الحظ الاقتناء يعني بطاقه الشفاء بطاقه الشفاء راه ما يصرفش هو الدراهم على الادويه احنا عندنا تجربه في الجزائر منذ سنوات اكثر من فوق 10 سنوات من المواطن من خلال دفع الغير لو هذا وين يروح للصيدليه يمد البطاقه ويدي الدواء هذا باطل مم. مم. ما يصرفش هذه حاجه اللي ماهيش موجوده في كثير من البلدان اللي في طريق النمو هذا حظ كبير ما يخفاكش باللي كاين 38 مؤمن او ذوي الحقوق اللي اللي يستفاد من هذا البطاقه مليون 38 مليون قصدك 38 مليون تاع الجزائر يعني اكثر من 80% من الجزائريين يستفادوا من, من, 80 من التعويضات يعني تلبية. هذه يعني حاجه لا باس بها خصوصا يعني اللي للدخل القليل مهم. حتى هذه الاستثمارات تعود بارباح كبيره فيما يخص التحويلات المخصصه لدعم الدواء اللي يقتنيه الجزائريين نتحدث ربما عن عن المرحله المقبله الطموح او الطموح اليوم مثل ما تفضلت وقلت ان نصل الى 70% لكن طبعا فيه عراقيل في بعض الاستثمارات اليوم في الميدان لم ترى بعد النور ما هي المشاكل التي تواجه بشكل مباشر القطاع وتكون ربما معرقلة بشكل مباشر لبعض الاستثمارات سواء من طرف مجمع العمومي سيدال أو من طرف الخواص كذلك حقيقة آه لماذا أنشئت آه وزارة الصناعة الصيدلية لتطرق تعليمات تاع السيد الرئيس تعليمات تاع تاع الحكومه تاع الدوله كانوا عراقيل عراقيل ليس عراقيل تاع تاع ناس يعني كاين يعني محيط محيط اقتصادي، محيط مالي، وبنوك وكلش لي وكاين اسباب تقنية رغم ان كانت نسبة طود كبير تاع الانجاز بصح العراقيل هذو هيكلية يعني سيستركتيوغيل هكذا هذو ولماذا قلت لك انشئت هذه الوزارة باش تطرق وتنحي هذ كل العراقيل هذو ما بينهم كاين نصوص آه نصوص لي تكست اللي خرجوا صدروا من طرف آه وزاره الصناعه الصيدلانيه باش تسهل الامور وتمد المحيط القانوني اللازم باش ترفع تعرقيل هذا على المؤسسات هذو والمنتجين عندك تقريبا عدد المشاريع اللي ممكن بمرافقه طبعا وزاره الصناعه الصيدلانيه ممكن ترى النور على الاقل خلال الاسابيع المقبله والاشهر المقبله لا كل مشروع انا تكلمت على بصفة يعني الرقم الكبير هو 80 مشروع. كاين مشاريع اللي راح تدخل ما عنديش الجدول يعني حاليا. حتى 80 مصنع رقم كبير يعني. رقم رقم كبير. رقم كبير ربما نفوتو نفوتو للاحتياجات نتاعنا خاطر كي نوصلو لهذيك حتى من جانب التشغيل لما نقول إيه 80 مصنع 100 عامل في مصنع واحد عندك 8000 عامل. 8000 عامل يعني حصل على من ناحيه يعني البطاله ومن ناحيه الشوماج يعني. حاجه حاجه مليحه وكي قلت لك كاين 80 ولكن احنا كي نشوفوا باللي هذه هاد المشاريع هذو راح تدخل في الانتاج في الانتاج لابد على مستوى وزاره الصناعه الصيدليه نخموا في التصدير تصدير تصدير, <تصدير>, <تصدير> خاطر ربما نكتفي وحنا <تصحيح> ما عندناش احتياجات نتاع بلاد اللي عندها 400 مليون نسمه <تصحيح> <تصحيح> دونك هذه اللي يكون فيها تفكير فيما يخص ولكن باش نصدروا نوليو كذلك لرفع العراقيل وتهيئه المحيط اللازم فيما يخص التنقل، فيما يخص النصوص، النصوص القانونيه، فيما يخص التعرقيل يعني فيما يخص البنوك، فيما يخص عده عوامل <applause> اللي هما يديروا نوع من تعرقل حتى قضيه كذلك تسجيل الاصناف الدوائيه المصنعه محليا في في الخارج قضيه جد مهمه لتسهيل عمليه تصديرها باش تصدر <applause> لازم يكون عندك سياسه كبيره وطموحه في 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 القنصليات في في السفارات يكون عندك بنوك جزائريه تكون في الخارج يكون عندك مكاتب تاع التنسيق في الخارج في قطاعات اليوم مشات في هذا في هذا التحدي وخصوصا مع العام الحالي فيه اكثر من 3 ملايير دولار خارج قطاع المحروقات ربما كمرحله اخرى قطاع الصناعه الدوائيه سينضم وهذه المصانع ستنضم آه للال والاستراتيجيه الحكوميه التوجه نحو التصدير هذا الرقم اللي تكلمت عليه تاع 3 وربع ملايير دولار خارج محروقات. محروقات يعني يعني رقم لا باس به إحنا ما نكتفيوش بهذا الرقم هذا في ثمانيه اشهر يعني هو التحدي كان وان شاء الله نشوفوا كذلك المتعاملين في قطاع الصيدله انهم يتوجهوا كذلك نحو قادر نديروا اكثر قادر نديروا اكثر الى هيئنا المحيط اللي كنت درك تكلمت عليه تاع البنوك تاع الممثلين تاع الجزائر في السفارات وفي القنصليات وفي البنوك في الخارج و والخطوط الجويه ووسائل النقل ونحي كل العراقيل فيه فيه اليوم مشاورات على الاقل مع السيد وزير الصناعه الصيدلانيه لازاله كل او ايجاد حلول لكافه هذه العراقيل حقيقه خاطر كان الملفات كانت كبيره ملفات كانت تراكم تراكمات ل... صارت لسنوات هذاك هو كان تراكم اعطيتك على سبيل المثال فيما يخص القنو... النصوص القانونيه ربما كاين اكثر من 30 او 35 نص قانوني اللي اصدرت حاليا من نهار انشات هذه وزاره الصناعه الصيدليه ولكن العمل متواصل العمل متواصل وباش ترفع خصوصا مع هذه الجائحه ربما شكلت ربما ضغوط اخرى وكبيره على على القطاع <applause> وعلى الوزاره في حقيقه شكرت يعني ضغط كبير على الوزارات وحاجه من ناحيه هذه حاجه مليحه للجزائر حتى في قضيه اليوم هذه الازمه فتحت ربما باب لانتاج بعض المواد اللي تدخل في قطاع شبه الصيدلاني مثل الكمامات المعقمات وحتى فيه اليوم اعتقد فيه بعض الشباب الطموح او مؤسسات ناشئة طرحت فكره انتاج وتصنيع المكثفات الاكسجين هنا داخل الجزائر في إمكانية كذلك أنه أن ترى كل هذه الاستثمارات في القطاع شبه الصيدلاني أن ترى النور كذلك نرفق الصناعة الصيدلانية بهذا النوع من مشاريع القطاع نشوف الكمام اللي راني نقتنيه هنا هذه كي نشوفوها باللي راهي مستوردة من الخارج هذه FFP2 KN95 هذه ربما يشوفها مواطن يقول لك هذه مستورده من اوروبا لا هذه تنتج في الجزائر تنتج في الجزائر والنوعيه نتاعها لبس بها شوف برك البدايه من نهار كانت الجزائر روح يروح طائرات تاع الجيش الوطني الشعبي باش يجيب من اسيا ومن الصين يجيب هذه الكمامات حاليا تنتج عندنا اكتفاء ذاتي فيما يخص الكمامات فيما يخص لي جيل كوليك فيما يخص وكاين كذلك على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية يعني متكلفة بالأدوية وكذلك متكلفة بالأجهزة الطبية لديسبوزيتيف ميديكو خاطر لابد يكون عندنا كذلك استقلالية فيما يخص لديسبوزيتيف ميديكو شفنا ما هي المشاكل فيما يخص الأكسجين حاليا كان مكثفات هذوك تاع تاع الاكسجين راهي بدات تنتج في المؤسسة لينية في م -م. سيدي بلعباس يعني في في فيه اليوم فيه توجه لمرافقة فيه إرادة وفيه عمل اليوم في الميدان حتى من جانب النصوص القانونية، من جانب كذلك مرافقة على مستوى البنوك، وبعض العراقيل البيروقراطية اللي ممكن توقف في سبيل انطلاق بعض المصانع أنت ذكرت 80 مصنع انطلاقهم ويدخلوا ان شاء الله مرحله الانتاج في القريب العاجل نعود الى قضيه التلقيح مع بدايه انتاج هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في قسنطينه من طرف مجمع صيدال كذلك اليوم التحدي هو توسيع وتيره التلقيح شيء مهم كذلك لاستمرار كافه هذه النشاطات الاقتصاديه والعوده تدريجيا للحياه الطبيعيه وان شاء الله نكونوا في منأى عن موجه رابعه محتمله لفيروس كورونا الصيادله دخلوا كذلك بقوه فيما يخص مساعده السلطات لتوسيع عمليه التلقيح، اين وصلت العمليه الان وكم عدد الصيادله اذا عندكم تقريبا اللي مشاركين في العمليه في الواقع؟ احنا كصيادله كمهنيين الصحه كان علينا الواجب علينا واجب علينا والواجب وطني باش ننخرطوا في هذه عمليه التلقيح لا كومباني فاكسيناسيون هذه اللي بدات في جانفي تاع السنه هذه حنا من السيد وزير الصحه باش نخرطوا هو كان موافق واسست مجموعه تقنيه اللي عملت منذ زوج اسابيع او ثلاثه اللي يعني يعني درنا دليل مهم. دليل ان جيد تاع تاع اللي لكل الاشياء بالتدقيق اولا الصيادله باش يقدر يلقح عنده تكوين وعنده شهاده تاع التكوين التكوين هذا تشرف عليه وزاره الصحه هذه الحاجه الاساسيه الاولى رغم انه عنده كفاءات وعنده جامعي انسان جامعي ومهني الصحه ولكن زدنا له التكوين اللازم بشهاده هذه حاجه الاولى كاين تطرق هذا تطرق هذا الدليل الى كل الاشياء مثلا يعني ال التوجيهات كي كي اللازمة كيجي المواطن في الصيدليه ناخذ له الضغط الدموي ناخذ له درجه الحراره نتاعو وكاين اسئله اللي نوجهها له الا شفنا باللي راه قابل للتلقيح نلقحوه ولا ما كانش نوجهوه للمستشفى او عند طبيب مم. احنا حاليا وصلنا ل 2200 او اكثر خطر الرقم هذا راه في ازدياد يوميا يوميا راه راه يزيد حنا نتفائلوا باش نوصلوا الرقم ل 3000 او 4000 ان شاء الله صيدلي لكون اماكن تاع تاع التلقيح تا وكاين كذلك حاجه يعني عندها اهميه فيما يخص العلاقه والثقه بين المواطن وبين الصيدلي حنا نشوفوا باللي في كل حي في كل دائره في كل بلديه كاين صيدلي وكاين علاقه كبيره بين الصيدلي وعلاقه عثيقة بين الصيدلي خلينا نختم والمواطنين. معك بنداء لكافة المواطنين أه تذكرت نقطه انه فعلا الصيدليات متوفره في كل احيائنا تقريبا وحتى في المناطق النائيه موجه نداء من طرفكم الكافة المواطنين للانخراط في هذا المسعى والتوجه لاخذ اللقاح فيما يخص المواطنين ان ان نقول لهم باللي لازم يروحوا الأماكن تاع التلقيح ويروحوا للصيدليات نتاعهم باش يتلقحوا ويكملوا رغم التلقيح يكملوا باش يقتنيوا الكمامات نتاعهم. اشكرك جزيل الشكر الدكتور احمد شفيق نائب رئيس نقابه الصيادله الخواس على كل هذه الايضاحات وشكر كذلك لكافه الصيادله اللي دخلوا في عمليه التلقيح ضد فيروس كورونا. نذهب الان مشاهدينا الى